لو انا خريج جامعه اقدر اقدم على المنحه؟ خريجين الجامعات بيقدروا يقدموا على برنامج السي سي اي، لكن من شروط التقديم انهم يقدموا في مجال غير مجال اللي اتخرجوا منه، لان الدراسه في الكليات المجتمعيه بتوازي سنه اولى جامعه في مصر، فلازم المتقدم يكون بيقدم على مجال غير مجال دراسته عشان يقدر يستفيد، زائد انه يكون بيشتغل في المجال اللي هيقدم عليه ويكون عنده خبره عمليه في المجال ده على الاقل لمده سنتين.